عندنا قانون البناء. قانون البناء لما بنطلع عليه كل سنة بتمرق، كل ما بيجي واحد جديد بيسمح انه نعمر اكتر ونعمر اعلى، ودايما العذر هو انه والله الناس عايزة بيوت، واذا ما قدرنا نطلع اعلى البيوت بيصيروا اغلى ونحن عم نأمن اكتر بيوت. بس بالحقيقة نحن كل شيء عم نشوف انه كل ما عم يطلعوا اعلى، كل ما عم بيصيروا الشوارع اضرب، كل ما عم نهد اكثر بنايات، وكل ما حدا بعده عم بفكر بالعلاقه البنايات بين بعضهم، بنوع الشارع اللي صار عنا اياه، بوين رح يلعبوا الاولاد. صاروا البنايات تبع ناس عندهم مصاري كتير بيحاولوا انه داخل البنايه يعملوا نوع من سد باك فسحه ويخلوها للاولاد ليقدروا يلعبوا جوا. بس كمان عم نرجع لنفس الفكره، مثل ما عندنا مولد بقلب البنايه لكل واحد يامن كهربته، وبير تحت البنايه لكل واحد يامن ميته، كمان عم نعمل نفس الشيء، عم نعمل فسحه صغيره تحت البنايه للي معهم مصاري يقدروا اولادهم يلعبوا. فكره المدينه بتقوم على الاختلاط، بتقوم على الاشياء اللي الناس بتتشاركها. ما ممكن نضلنا نفكر انه كل واحد حيحط موتور، لانه اصلا كلنا عم نموت من سرطان الرواية لانه الهواء وسخ، وكلنا عم نتعذب لانه المي صارت كتير مالحة ببيروت قد ما في ناس عملت ابيرة. ففي محال بفتكر كل واحد قاتن اليوم ببيروت صار عم بفكر انه لازم اقدر لاقي مصلحة مشتركة مع كل هالناس، لانه ما بقى فيني افكر فيها لحالي. كل مفهوم المصلحة العامة لحدا عايش بيروت بفتكر كتير واضح انه منعدم. في ميل اكبر فاكبر لتسلط المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، وهذا عائد الى واقع طبيعة الحكم في لبنان، طبيعة السلطة، تداخل الطائفي والسياسي اللي بيشجع عملية وضع اليد على الحيز العام وعلى الساحات العامة. يعني اذا بدنا نعطي امثلة هون، نسق تطور استثمار الشواطئ اللبنانية مثلا. كل منتجع ولا قهوة ولا مطعم على شط بيروت هو وضع خاص يتراوح من مخالف شوي لمخالف كتير لمخالف بوقاحة. وكل النهب اللي صار هون بوقت الحرب الأهلية بعده عم بيصير بس تحت غطاء القانون. التعديات على الأنهر أيضا مثلا، تعديات على الطرقات العامة، على الأرصفة. هيدا الحي بال95 كان حي ذو طابع تراثي مثل ما عم نشوف على هالأرمة، كان ما في ولا بناية عالية، ولا كانوا كلياتهم أبنية قديمة أربع طوابق، ما ضروري يكونوا، ما كانوا قصورة، بس كانوا بنايات لهم طابع معماري مثل هاي البناية، يعني بنايات من الثلاثينات والأربعينات. راحوا أربعة صغار وطلع هيدا البرج، راحت وحدة لبيت دعوة كبيرة هون وطلع هيدا البرج، راح بنايه هنيك صغيره مع جنينه بيت الدعوق وطلع برج، خلص المنطقه بطلت. على الجبال عبر الكسارات، لانه بعض المناطق بالجبليه يعني عم يجوا تيعملوا منطقه خضراء، عم يخففوا البنى، يعني عم يظلموا الناس ببعض المناطق. نحن عنا وجهه نظر ثانيه انه بالعكس، نحن لأنه نسبة البناء قليل كتير برا، نحن نزيدها شوي ما نرفعها كتير. هم مدينة بيروت في ناطحات سحاب، بس لما نطلع برات مدينة بيروت ما بقى في ناطحات سحاب. ليه؟ وصولا إلى المثل الأبرز ربما اللي بيعبر عن خصخصة العام لصالح الخاص بالشكل اللي تمت فيه عملية إعادة أعمار الوسط التجاري. مفهوم الحيز العام لما واحد يحكي عنه أول شيء بيفكر فيه هو شط البحر. حسب القانون اللبناني اللي نحن اخدينه عن الفرنسوية بال1926، البحر شط البحر محل ما بتوصل أعلى موجة بيوم الشتاء بأكتر نهار شتاء بالشتوية هو حيز عام. يعني بتعرفش يعني حيز عام؟ مش يعني إنه مين ما كان بس بيستعمله، يعني ما ممكن واحد يعمره ومين ما له حق، مين ما بده يستخدمه بيقدر يستخدمه. يعني من مثل الشارع، منه حتى يعني مثل جنينة ملك عام للبلدية، هو حيز عام. من هيدا المبدأ واحد بيطلع على شط بيروت وبيستعجب. بقى البحر تغير والسمكة تغيرت، وما بننصح حدا بقى من البحرية يعلم ابنه أو يعلم صديقه هالكار هذا. لا خفت هالسمكة، ما هلأ فيها البناء الحديث اللي طلع، كل هالردم يلي موجود كله نزل بقى البحر،
وفي المشاريع الكبيرة عندنا كان في جبل النفايات كله انطحن وانزتب البحر، ومشروع سوليدير كله انسحب من الوحول وانزتب البحر. هلا البحر في وعر، والوعر بيطلع حشيش، والحشيش بيجي عليه طحلب، والطحلب بتعيش السمكة عليه، هذا ما عاد في منه. صفى فيه بالبحر وحل، وحل مطمور، السمكة مراء الطريق ما بتقعد عندنا لقرعة لنقدر نستفيد منها، تمرق مراء الطريق. من هيك السمكة خفت كثير وما عاد في عندنا رزقة بالسمك. عادة مفهوم المصلحة العامة مرتبط بمفهوم الدولة، هو مش بضروري يكون هيك، بس عادة لما بندرس تخطيط مدن هيك منفكر. فهيدا بيخلينا نحس انه نحنا اذا ما في حيز عام وما في مصلحة عامة هو لانه مؤسسات الدولة مش عم تقدر تلعب دورها بشكل مزبوط، ولانه السكان اللي عايشين بهالمنطقة او القاطنين كمان ما عم بيحسوا انه هن بيقدروا يأمنوا لهالدولة او يسلموها ويركزوها بشكل او بتاني مصلحتهم العامة. تعرف نحن صرنا شاطرين بأرصفة مدينة بيروت، بتلاقي حلاق ستاتي بيحط ثلاث طاولات وأراجيل، بتلاقي بياع زهور برات رصيف وأراجيل، بتلاقي شباب عمره 15-16 أراجيل، مزبوط؟ بكرة بيتحول هذا الصباح كمان لأرجلة أو لمكان مخالف للأخلاق أو مكان ليفوت هيدا على هيدا بخلاف سياسي. هذا الشيء كتير بفرج كيف السلطة بتنظر للمكان العام وكيف تنظر للعام بشكل عام، يعني لهول العالم يلي معقول يستخدموا هالمحل بشكل غير متوقع وبأساليب غير منضبطة. ففي نوع من نظرة انه منخاف من هول الأماكن، منخاف لما الناس يتواجدوا بشكل غير منضبط، اللي هو شيء كتير بيجي معاكس لكيف العام منضبط ومسيطر عليه بمحل مثل سوليدير مثلا. بس هو موضوع لازم نبلش نفكر فيه من خلال مشاريع صغار، إن كان شارع يتسكر يتحول على شارع سكني، الناس تقدر هي اللي عايشين حواليه تحس إنه هو إله وبدها تحميه، من خلال مشاريع بتفرجي إنه الدولة قادرة إنه تلعب دورة وتأمن خدمات اللي هي مهمة، وكل واحد بيصير غار عليها لأنه بحس إنه هو عنده مصلحة فيها. أنا برأيي الصحافة أو الضغط الإعلامي هو الشيء الوحيد اللي ممكن يحل أي شيء بهيدا البلد. الضغط الإعلامي يعني الناس يستحوا. في أماكن بعد مفتوحة موجودة ولازم كلنا نستعملها، مثل الدالية اللي بيجي عليها عالم كتير، ونفس الشيء مثل البيضة، إنه هول سلاحهم الوحيد اللي يدافع عنهم هالأماكن هو الناس تستعملهم. وفي جزء تاني خاصه بالأشياء اللي خلص راحت، يعني راحت، بس هولي مش يعني انه ما بقى فيها نعمل شيء. لازم نفهم كيف هن قدروا يعمروا هول الاشياء اللي عمروها قانونيا لنعرف كيف بدنا نجيبهم. انا ما بفتكر انه هلا اليوم الفكره هي انه هيك لنطلع 20 قانون. في عندك قوانين فيك تحفزها، اذا بتمشيها لهول القوانين بتغير كتير اشياء للمصلحه. بس اهم شيء انه المشرع يقبل فكره انه لازم ندخل ضرائب على التنمية العقارية بشكل انه هالضرائب تستعمل لحتى تحسن الحيز العام. يعني ما فينا بقى نفكر بالقطاع العقاري انه هو قطاع للمصلحة، بيعمل مصلحة شخصية، وانه هو قطاع منتج. واهم شيء انه المضاربة العقارية هي منا قطاع منتج، هي مضاربة، ونحن لازم نفكر انه العقار هو مش بس طريقة لواحد يعمل مصاري، يمكن هو جزء من الجي دي بي تبعنا وصار جزء كتير عالي، بس هو منه بس الجي دي بي، هو اشياء كتير تانية. وما فينا نحن نقدر نحمي الفن او الفسحات العامة او الطريقة اللي نحن نعيش فيها طالما نحن عم نقبل فكرة انه اللي بيقرر على كيف حتكون المدينة هو صاحب العقار. صاحب العقار هو جزء من مجموعة، وحتى اذا واحد ما عنده ملكية فيها له كلمة يقول كيف هالمدينة حتكون، لانه هو جزء منها، هو عايش فيها.